أهلين بابا. أهلا فيك، شو كيفك؟ الحمد لله. شو حسابات؟ لا، عم بكتب رسالة لنور. أو شو خطر لك تكتب لها رسالة هلأ؟ الدكتورة طلبت منا نكتب رسالة لبعض، هي كمان عم تكتب لي رسالة. دخلك هيدي دكتورة نفسية ولا كاتبة روايات رومانسية؟ غريبة، دي أول مرة بسمع بهالشي. إنه ليه حدا بده يكتب مكتوب يعني وعنده فرصة إنه يحكي وجه لوجه؟ لا، هي قالت لنا إنه بهالطريقة منقدر نعبر عن حالنا أكتر، وبدون ما نتشارع ويتغير الموضوع عن الموضوع اللي بدنا نحكيه. ليش أنتوا تخنقتوا قدامها؟ لا لا، بس يعني يمكن إذا سمعت نور يلي أنا بدي أقوله هذا الشيء يأثر على جوابها. بهالطريقة منعبر عن يلي بقلبنا بدون ما نتأثر بشيء. أكيد العلم عم يتطور يعني، ويمكن أنا دقة قديمة وهي دكتورة بتعرف شغلها، بس إذا بدك رأيي أنت تكون منيح معها والباقي ما إلو قيمة. شو هيئتك ما كتبت ولا كلمة بعد؟ ما عم بعرف كيف بلش، ما عم بعرف عبر عن يلي جواتي. ايه، هي صعب كتير نرجع نجبر قلب كسرناه، ومش هينة ابدا انه نكتب عن قديش نحنا خذلنا حدا وقت اللي كان بأمس الحاجة لإلنا. معك حق. شو رأيك تكتبها أنت عني؟ هيدي الرسالة الوحيدة اللي لازم تكتبها أنت. بس إذا بدك نصيحة، كون صادق باللي بدك تكتبه، يعني ما تكتب شعر ولا تنمق الكلام. الأشياء اللي بتحسها من جوا حطها على الورق، وكون أكيد إذا بدك ترجع تكسب ثقتها وقلبها، مش بس رسالة رح تكتب، رح تكتب لها أكتر من 100 رسالة. يلا تفضل بلش.